احنا كنا نبيع ايه ده؟ لا انتيكا ده. على هنا على هنا طب اتحقق علينا احنا خليك مع الروبوت ده. لا انتيكا بالله عليك. لا انتيكا الروبوت انتيكا هنا كده الروبوت انتيكا انا في سوق الانتيكا في مصر في جمال عبد الناصر. تنزل المحطة جمال عبد الناصر تسأل 2000 سوق الانتيكا 1000 من هيدلة. هو عند ديانا بالاس يعني لسه برضو فين ديانا بالاس لو انت تايه محدش عارف يقول لك فين سوق الانتيكا قول لهم فين ديانا بالاس كتير جدا هيقولوا لك برضو فين ديانا بالاس او سويدي. في شركة اسمها شركة السويدي للكابلات الكهربائية اعمال السويدي. ايه دي كان دي اللي هي الميل ده عاملين 1500 تختبر خصوصا. شوف يا باشا داني انا صعبنا انت عايزها يا باشا. وال 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 اللي هو الارض الكبير ده عامل 2000 شبان زعمل 2000 الاسعار هنا متفاوته. ايه الاسعار هنا متفاوته حلوه. لا في حاجات غالية قوي هناك ما اعرفش ازاي. بص اقول لك على حاجه كل ده كده اغلبيته كده نازل جديد. كله نازل جديد هنا القديم مش كله هنا قديم برضه. في قديم هذي طعم الصينيه الصينيه بس الصينيه بالطقم ولا الطقم بس يا انا عايزه معلش امس بجرب. بص الرسمه حلوه والله 300 الرسمه واللي جنبها 300 برضو الراجل العجوز ده. الراديو ده فين بقى يا بابا؟ الراديو في جنب يا استاذ. دور الرسمه انت شغال الراديو ده؟ اللي تحت ولا فين هو؟ الف لهم بكام الراديو هناك اللي هو اللي ورا الصوره ده؟ مش ده شويه يا ابراهيم ده؟ هو راديو كبير. الاسطوانه ده عامل 2000 شغال ده ولا؟ ايوه شغال راديو. شغال راديو عشان الابره اللي فيه بايظه. ده عامل 2000 جنيه الراديو اللي هناك ده. يا يحيى خليك معايا. اسعار الانتيكا هنا في مصر طبعا اي حاجه هتيجي تشتريها لازم في مصر. اتفضل يا استاذ. دي كام دي؟ لا بقولش على اسعار بس انا بستحمى هات وش ده كان بيستحمى فيه وش ما تخافش ده كنا بنستحمى فيه زمان. كانت العروسه المصريه لازم تجيب ثلاثه واحد للبسكوت والكسكسي والحاجات الحلوه واحد لغسيل المواعين واحد للحموم واحد بيعمل فيه حلويات. كانت العروسه المصريه بتجيب سنه 20 وسنه 30 من القرن الماضي. عدى 100 سنه يا فندم. خالد عشان يقول انا قناتي على اليوتيوب اسمها محمود فهمي النحاس القديم. محمود فهمي النحاس القديم عليها حاجات بقى زي كده حضرتك وحاجات جميله جدا جدا. محمود فهمي النحاس القديم على اليوتيوب. واحنا بنيجي يوم السبت شايف احمد الدين ممكن تيجي تخش من 26 يوليو او من نجيب الريحاني او علي الكسار يوم السبت بس ماشي نفرش هنا. ايه ده دي فلوس ديت ولا غلطان؟ فلوس تعالى فلوس الماني اهي. ده ربع جنيه مصري؟ طب كام ده؟ ده بص على اسعاره بكام لحظه لحظه الطاووس دي؟ 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه بس 1000 جنيه كتير يعني لو احترف محمد هذا الواحد طول ب 1000 جنيه طيب. اما انت خسرت دي عمله حقيقيه ديت ولا غلطان؟ عمله حقيقيه؟ لا 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 تعالى يا بنات. ايه ده دي فلوس حقيقيه؟
بكام الواحدة؟ عندي ال 51. الواحدة دي ب 50؟ فين الورقة دي؟ ده ربع جنيه، ده 50 جنيه. طبعا احنا مش عارفين نصور المكان كله في الشارع عشان ناس كتير جدا ماشيه. بص المنظر عامل ازاي، ناس كتير جدا مش عارفين نصور الشارع.